مسلم. سامي عبو بنتي. عبير موسى شنو تمثل؟ عبير موسى زميلتي ما جمعتش بيناتنا حالات حلوة. ما جمعتش بيناتكم حالات حلوة؟ اي. كان الحاجات الخايبة جمعت بيناتنا؟ لا ما جمعتش بيناتنا. شنو رايك في اللي تقول فيها على حركة النهضة؟ أقول حال ما نفهمش أنه ندخلوا السياسة بمفتاح الحبس نحلوه باش ندخلوا الناس. ما هيش السياسة هذه. هي هكا هددت اللي سمعته الحبس. تقول فيه تقول وأنه برنامجها إدخال النهضة للحبس. تخافوا أنها توصل للحكم؟ لا التوانسة يختاروا اللي يحبوا صح عليهم. إيه لو كان توصل عبير موسى تخافوا أنتم من أنه إذا مثل... كان إذا كان الأستاذة عبير موسى أستاذة راهي محامية ياي. إذا كان الأستاذة عبير موسى توصل باش تنفذ البرنامج نتاعها عبير موسي يكون هذا وبال على تونس. وبال على تونس أي لأنه باش نوخروا بالتوالي نوليو نحاسبوا الناس على انتماءاتهم وافكارهم، نحاسبوا الناس على جرائم قاموا بها، هذا معقول. متطرفه اكثر من نهضه عبير موسي؟ لا معناها الخطاب هذا ما يعجبنيش وكاو ماهوش معقول. هذا انسان يمهد حياته السياسيه في بلاد نعيش الكاو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والاخلاقي والاعلامي، نقولوا حل هذا كله يقوم على اساس رميان النهضه في الحبس. ما وش كلامه؟ ولكن عبير موسى عنده جمهور كبير يشاطرها ويساند فيها وشعبيتها طالعة. وأنا قلت لهم اختاروا. أنا ما قلت لهم اختاروا. يعني الصوت هذا موجود في تونس؟ نعم سيدي. الصوت هذا الخطاب هذا عنده جمهور في تونس؟ لم أطالب بإسكات هذا الصوت. الخطاب هذا اللي أنت تنتقد فيه عنده جمهور في تونس؟ يعني فما توانسة يشاطروا عبير موسى الرأي؟ إي لا الحق بأن تقول اللي تحب، لكن ما عنداش حق باش أنا نتبعها في الكلام المعوج اللي نعتبره أنا معوج. يخوفكم الخطاب هذا؟ ما لا يخوف التوانسة الكل في فامي. هو خطاب بن علي؟ أكثر من خطاب بن علي، حشاه بن علي كان قال الكلام هذا. أكثر من خطاب بن علي؟ ما فيش كلام، لأن بن علي وصل في وقت من الأوقات إلى قناعة وأن حركة النهضة هي مكون من مكونات المجتمع التونسي ويمكن التعامل معها بالتدريج. لكن الخطاب هذا اللي يحب عبير موسى يحب يختزل مشاكل البلاد في وجود حزب ويحب يرميه في الحبس دون ان يحيله على المحاكمه لمحاكمته من اجل افعال ماديه معلومه، يولي هذا حكم بالجمله. والحكم الجملي عرفوا التاريخ في اوروبا في الحرب العالميه.